لو يا نورة، السلام عليكم حبيبتي، كيف حالك يا صدفة؟ أهلا بك يا نورة حبيبتي. أنا نورة القحطاني من السعودية، كلمتك قبل يومين كذا وثلاثة بس حسيت إني ما قلت كل اللي في خاطري. قولي كل يا سلام. بصي، عايزاكي تطلعي من صمصيم قلبك كده، صمصومة صمصومة، وتطلعي الصمصيم كده كلها، وتمدي ايدك في قلب الاعماق، اعماق قلبك، تطلعيهم كده عمق وعمق كده لحد فوق. انا سامعاكي اصلا لا يمكن اقدر اقول اللي في داخلي. ربنا يخليك. في قلبي من ناحيتك حبيبتي، انت حبيبتي الكل، انت معشوقه الجماهير. ربنا يخليك يا نورة، تسلمي. والله يا صدفه اقسم بالله بنحبك موت، ويعني عملتي فينا ايه، نفرح لفرحك ونسال لزعلك. يعني صراحه يعني عاجزة عن التعبير. والله ده من حب ربنا، ده ربنا بيحبه وبيحبب في خلقه. والله العظيم ما شاء الله تبارك الله، وجهك مريح على الشاشة وتجنني يعني صح. ربنا يخليك، تسلم. حابة أشكر البرنامج، تدري ليش؟ ليش؟ ما شاء الله اختيار موفق، صدفة جات، كاريزما قوية، بشاشة، ثقة عالية، روح حلوة، وحضور قوي، وشايفين ما شاء الله قد ايش البرنامج مكسر الدنيا. ربنا يخليك، تسلمي. تسلمي يا نورة، ربنا يبارك لك. ما شاء الله تبارك الله حبيبتي، يا رب نشوفك يعني مكسر الدنيا دائما ومنها للاعلى ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يخليك يا نورة، تسلمي. احب اسال بس عن الكيك، انا الكيك يهبط معايا وكمان يتشقق يعني. انا قلت ان شاء الله باذن الله الاسبوع اللي جاي هنعمل انواع كيكات كتيره قوي، هعمل حلقه كامله للكيك بس نتكلم فيه على كل انواع الكيك واسباب فشل الكيك، اللي هو ازاي بيشقق ليه وبيهبط ليه وبيتنفخ من النص ليه، كل حاجه هعمل حلقه كامله عشان خاطر الكيك باذن الله. تمام حبيبتي، الله يسعدك يا رب ويوفقك ونشوفك دائما في افضل حال. ربنا يخليك، تسلمي يا نورة، ربنا يبارك لك. الله يسعد قلبك، سلامي لماما فاطمه ولاخواتك كلهم. انا عايزاكي تكلميني على طول بقى ان شاء الله. شكرا يا نورة، تسلمي على مكالمتك الحلوه.